سيث جودن هو احد اهم علماء التسويق في العصر الحديث، وليه مقوله مهمه جدا بتقول all customers is not your customer، وده معناه ان كل العملاء اللي في السوق مش عملاء محتملين ليك. وده موضوع حلقتنا النهارده، ليه اقسم السوق ما انا ممكن اشتغل معاه كله. اهلا وسهلا بيكم في برنامج وسط. اكبر غلطه بيقع فيها اصحاب البيزنس في البدايه ان هم بيظنوا ان هم شغالين للسوق كله، يبتدوا يصنعوا منتجاتهم وخدماتهم لاي حد في السوق، ويروحوا لهم في اوقات مش مناسبه ليهم، يكلمهم بتون فويس مش مناسب، ودي بتكون اولى خطواتهم للخروج من السوق. وعلشان كده ظهر مصطلح مهم جدا في التسويق، الا وهو ماركت اند كاستمر سيجمنتيشن. سيجمنتيشن هو مصطلح يطلق على العمليات اللي بتقوم على تقسيم السوق الى شرائح متعدده للوصول الى افضل شريحه للعمل معاها، ولتقسيم السوق الى افضل قطاع سوقي يمكن العمل معاه او العمل من خلاله. الميزه من تقسيم السوق هي اكتسابك لرؤيه واضحه لطريق البيزنس بتاعك، والعملاء اللي انت هتشتغل عليهم هم مين وبيعملوا ايه وهيكونوا فين وهتوصل لهم ازاي وامتى وهتقدم لهم عروض عامله ازاي. هتتكلم معاهم بانهي صيغه؟ هل هتتكلم فورمال راجل لابس بدله، ولا هتتكلم فريندلي شويه كانك قاعد معاهم، ولا تحب تهزر وتضحك علشان يتعاملوا معاك اكتر؟ كل حاجه من دول ليها تاثير خاص على البيزنس الخاص بيك. من اهم العوامل اللي بتبني عليها تقسيم السوق ثلاثه: جيوغرافيك وديموغرافيك، ودي بتشمل الجنس، السن، المكان، مستوى الدخل، مستوى التعليم. تاني عامل سايكوغرافيك، وده بيشمل الانتماءات، الأديان، المعتقدات. تالت عامل عندنا البيهيفيورال، وده بيشمل السلوكيات، الاهتمامات، الأحلام والطموحات. كل ما بتجمع معلومات أكتر عن عميلك كل ما بتوصله بطريقة صح. علشان كده لازم تعمل اناليسيس كويس جدا قبل ما تبدأ شغل، لأن ده اللي هيأثر عليك طريق الشغل أصلا. لكن خد بالك ما تزودهاش، علشان تايم از ماني. وبكده تكون وصلتنا خلصت للنهاردة. أشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين.